صلاة الجماعة يستأنف، وإذا أحدث أو ذكر يستأنف صلاته بعيد، وهم يخلف من يصلي بهم، يعني يقدم يستخلف من يصلي بهم، وهو يستأنف صلاته يعيدها، راح يتوضأ ويعيدها بطلت. لكن الجماعة الصحيحة يستخلف، ولو انتظروه واستأنف بهم ما في بأس، لكن الأرجح أنه يستخلف فيهم، يستخلف من يأمهم، ولو كان صلوه غير محدث غير ظاهر، ذكر أنهم إن على حدث بعدما صلى ركعة أو ركعتين يستخلف من يكمل بهم، لأنهم ما لهم ذنبهم، صلاتهم صحيحة، ولو أنه استمر ناسيا حتى سلم صلاتهم صحيحة، لأن ما جرمهم شيئهم، وعليه لعاده. لكن لو ذكر في أثناء الصلاة فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يعيدون، لما بطل صلاته بطل صلاته، وهم مشهور عند الحنابلة وجماعة آخرين. وقال آخر من العلم لا، لا تبطل صلاتهم، بل يقدم من يصلي بهم أو يقدمه من يصلي بهم. ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه ما أبطل الصلاة، بل قدم عبد الرحمن وصلى كمل بهم عبد الرحمن العوف. وهذا هو الأرجح، الأرجح هو هذا أن يستخلف، لأن الصلاة صلاة المسلمين ما فيها علة، العلة فيه، فلما تذكر أنه محدث أو سبقه الحدث يستخلف ويصلي. نعم، هذا الأرجح. وقصة عمر أصل في هذا. نعم، إذا احترم الشيخ ثم كان صلى ركعتين وقطع الصلاة فرجع به، سيصلي ركعتين مع فقط ويبقى له ركعتين ثانية. من هو؟ إذا صلى ركعتين ثم قطع الصلاة وذهب توضأ فصبروا حتى يأتي، صلي بهم طبعا ركعتين، لأنهم بقى ركعتين فقط ويبقى له ركعتين. نعم، ماذا يفعلون؟ ينتظرون حتى يسلم ويسلموا معه. وبعض أهل العلم يرى أنهم يسلمون لأنهم معذورون لو سلموا، مثلها صلاة الخوف، الطائفة الأولى تقضي الركعة ثم تسلم وتروح تقف لأنها معذورة، ويصلي بالطائفة الثانية ويسلم بهم، يعني عذر. وإن سلم وإن انتظروا حتى يسلموا معه كان ذلك أفضل وأكمل، يعني ما هنا عذر لهم ينصرفون، حتى مثل أهل الخوف هم مقيمون، بخلاف أهل الخوف فإنهم يذهبون يحرسون. أما هؤلاء فلا في إمكانهم أن يصبروا، ولكن إذا استأنف بهم ما زال محذور، إذا استأنف بهم من أولها زال محذور أحرج، لو استأنف من أولها خروج من الخلاف صلى بهم من أولها لا بأس، لكن لو بنوهم يعني على ما مضى كمل بهم صلاته يكملها هو، وهم ينتظرون حتى يسلموا معه، وإن سلموا وخرجوا ما على في بأس، لأنهم معذورون والإنسان قد يطول عليهم، لكن الأقرب والأظهر والأحسن والأكمل انتظاره حتى يسلموا عليه، يعني معذور أيضا هو. طيب، لفظ الشهيد. نعم، وإطلاق لفظ الشهيد وإطلاقه على المعين، ما أدري يعني هل يقتصر على المعركة أو يقتصر الشهيد عند الله من قتل في سبيل الله، وأما الشهيد الحكم الشرعي من قتل والله على بنيته، من قتل في سبيل الله هو شهيد الحكم الشرعي، لا يغسل ولا يصلى، سمى شهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه ما دام مات في المعركة. لكن كونه شهيد عند الله هذا مو عندنا، هذا إلى الله، إن كان في باطنه قاتل الله ولكلمة الله هو شهيد في الدنيا والآخرة، وإن كانت له نية أخرى ما نطلع القلوب هو شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، نسأل الله السلامة. بالنسبة للشيخ للتسمية في دورة المياه أكرمك الله، أدري فيها يعني يجهر فيها ولا كيف حينما يريد الوضوء؟ والله لا حرج، لأن كراهة تزول، لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم كأحمد مع الذكر، ولا حرج فيها، وإن كانت ضعيفة لكن قال ابن كثير رحمه الله وجماعة ما يشد بعضها بعضا، حديث لا وضع منه رسول الله عليه، يشد بعضها بعضا وتصبح الاحتجاج بوجوب التسمية. أما الجمهور عندهم التسمية غير واجبة، سنة فقط، فإذا سمى فهو أفضل، وإن لم يسمي فلا حرج، لكن على القول بالوجوب يسمي ولو في داخل الحمام، لأن يعني قصراه أنه
أنه مكروه، وعند الحاجة تزول الكراهة، عند الحاجة تزول الكراهة، ما يظهر الحاجة قاعدة. لو كان عندنا الماء مكروه، مكروه لأن مثلا فيه شيء جعله مكروها، ولكن ما وجد الله يستعمله ولا يخليه، ولا يخليه. نعم تزول الكراهة عند الحاجة. نعم تزول الكراهة عند الحاجة. كذلك لو كان يعني طعام أو شيء آخر مكروه واضطر إليه أو دعت الحاجة إليه زالت الكراهة. نعم ثابت صفة الكلام لله وأن القرآن غير مخلوق. نعم ثابت بالنص والإجماع. نعم الذي يقرأ القرآن هل يقال في حقه أنه هو وكلامه مخلوق بما يقوله؟ هو صوته، هو صوته، ما يقال كلامه، ما يقال كلامه، صوته حتى لا يوهم، ولا يقال لفظه حتى لا يوهم. لأن قال لفظ أحمد رحمه الله وجماعة قالوا من قال لفظ بالقرآن مخلوق هو مبتدع، من قال لفظ غير مخلوق، من قال لفظ مخلوق هو جهمي، ومن قال غير مخلوق هو مبتدع. حتى يصرح يوضح يقول صوتي صوتي، لأن لا يظن من قال لفظي لا لا يظن هذا ملفوظي، مصدر قد يراد به المفعول. فإذا قال صوتي بالقرآن مخلوق وأما القرآن غير مخلوق فلا بأس، يصير واضح لا يلبس على الناس، يقول صوتي بالقرآن مخلوق، أما القرآن فهو غير مخلوق، القرآن محفوظا في الصدور منطوقا به مقروءا مكتوبا مسموعا هو كلام الله. أما أوراقنا ومدادنا وصدورنا وألسنتنا وأصواتنا هذه مخلوق، ينبغي لمن يتكلم عند أهل البدع أن يوصل حتى لا ينسبوه إليهم. جزاك الله خير. في المذهب الذي يعرف أن الحركات إذا زادت عن ثلاث تبطل الصلاة، هذا مشروع الشافعية، عند الشافعية وقول الصحيح أن الجمهور لا، ما لا حد محدود، إذا كثرت وتوالت بعض أبطلت. طيب وإذا لم تكثر ولم تتوالى لم تبطل. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل أمامة بنته والحسين كان يحمل أمامة قائمة، هذا كثير لكن ما توالى وهو متوالي فلا يبطل في الصلاة لا بأس، إذا قام لأنه إذا قام حملها وإذا سجد وضعها توالت فيه، لا ما توالت فيه مسافة، ثم القيام كله ما في شيء، القيام كله مرفوعة. جزاك الله خير. طيب كذلك تقدم في صلاة الكسوف تأخره، نعم فتح الباب لعائشة كلها تعتبر حركات قليلة. نعم يعني يقاس عليها من هالوها. نعم ما أدري هل ثبت الإشارة يعني عند ذكر صفة من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يعني هل ثبت الرسول أشار ذات مرة إلى سمعي إشارة يعني إلى تهيئة بحديث أبي هريرة لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا هكذا قال العلماء أشار إلى ثبوت السمع وثبوت البصر، هو بالتشبيه هو معنى أن سمعنا وسمعنا مثل الله وصلنا، قالوا إشارة إلى أنه سمع حقيقة وبصر حقيقة، لأن الله كان سميعا بصيرا، فأشار إلى أذنيه وعينيه صلى الله عليه وسلم، سمع حقيقة وبصر حقيقة، وليس المراد التشبيه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يعني هل ثبت عن ابن تيمية أنه قال يعني لو رأيت أحدا يشير بإصبعي إن الله سبحانه وتعالى يعني يشير بإصبعي الشولة، يعني الله سبحانه وتعالى يقلب يعني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقال لو رأيت أحدا يشير بإصبعيه لقطعتهم أو كذا. ما سمعتها خشيت يعني أو ما سمعتها ولا أظن يقول هكذا، أظن ما أظن هذه الأصابع إن القلوب بين أصابعين من أصابع لا يقلبه كيف يا شيخ. نعم نعم يا شيخ نعم تميت وقبل موته كان يطرب الناس في الغناء يطرب الناس في الغناء، ولكن شاهدوا الناس أنه يصلي قبل موته، قبل موته يسهر الليل يطرب، ولكن شاهدوا الناس أنه يتم الصلاة الخمس. وهل الغناء معصية؟ الغناء معصية. هل خروج روحه
تفتح باب السماء، وهو يطلب الناس في الليل يعني ينام معروف غزل وغير ذلك، ولكنه يشهد للناس انه يصلي. صعود الروح وعدم صعودها هذا بين الكافر والمسلم، المسلم يصعد روحه والكافر تغلق على ابواب السماء، اما العاصي مسكوت عنه، العاصي مسكوت وهو ملحق بالمسلم، وتصعد روحه ثم ترد من وساطه العرش ويعفو الله عن معصيته، وقد ترد من اثناء الطريق كالكافر عقوبة له، هذا إلى الله. هذه قاعدة، العصاة في الغالب مسكوت عنهم في الأحاديث العامة. يأتي الأحاديث في فضل المؤمن وذم الكافر، ويكون العاصي مسكوت عنه. وقد تأتي النصوص ببيان حال العاصي، مثل ما جاء في قول الله من رياض الجنة للمؤمن ومن رياض النار للكافر، ومثل ما جاء في أن الموازين ترجع، ميزان المؤمن يرجع، ويعطى المؤمن صحيفته بيمينه والكافر يعطى صفاته بشماله. العاصي وين يكون؟ يعطى بإيمانه بيمينه ولا شماله؟ سكت عن سكوت، لكن يظهر من النصوص أنه يعطى صحيفته بيمينه، لأنه مع التوحيد مع الإسلام، وإن جرى عليه ما جرى، وهكذا يثقل ميزانه إذا عفى الله عنه، وإذا لم يعف عنه خف ميزانه واستحق النار بقدر معاصي. فسكوت النصوص على المعاصي لان فيهم تفصيل، ليس مثل المؤمن الكامل وليس كالكافر، بل فيهم تفصيل، فقد يلتحقون بالمؤمن في سلامتهم واعطائهم كتبهم بايمانهم وثقل موازينهم وغير ذلك، وقد يلتحقون بالكافر في سقوطهم النار دخولهم النار، ولكنهم لا يخلدون، بل لهم اجل ولهم وقت ينتهي فيه أمرهم ويخرجون من النار إلى الجنة. بالنسبة للورد عند موته في ورد ذكر مثل أحد أبنائه صالح وامتنع من أخذ الورد لما يعلم أن أبيه يأخذ من الأغاني هذه اللي في الليل مبلغ من الماء، وتشكى عليه الأمر، هل الابن هذا يأخذ ورده ويأكل منه أم يتغاضى؟ إن كان كل كسبه من الغنى ينبغي أن يصطفي وجوه البر لا يكلونهم تنزههم، أما إن كان لها يعني موارد أخرى يأخذون المال كله ويصدقون من الشيء الذي يظنون أنه من كسب الغنى أو من كسب الربا أو من كسب كذا من باب الحيطة، يصدقون في وجوه البر، إذا ظنوا أن يعني الكسب الردي الربع تصدقوا بالربع، إذا ظنوا أن كسب الردي النص تصدقوا بالنص وأكلوا الباقي شيخ من باب الحيطة. إذا أعطي إمام المسجد صدقة يعني أو أموال بقصد تصريفها في خدمة المسجد، ولكن المسجد لم يكن بحاجة صرفها في جانب خير آخر، فهل يحق له هذا الفعل؟ إيه يحق له، هذه قاعدة، ما يفضل على المسجد يصرف في وجوه البر أو في مساجد أخرى محتاجة، هذا ذكر الشيخ تقي الدين تيمية وذكرها الحنابلة وغيرهم، قد يفضل أموال من أوقاف المسجد، قد يفضل حصب، قد يفضل فرش، تروح المساجد أخرى محتاجة أو بعض الفقراء والمساكين أو الجهات الأخرى، ولكن إذا صرف في المساجد أخرى محتاجة يكون أفضل، يعني جنس صرف ما عين المسجد في مسجد مثله يكون أكمل وأفضل، حتى تكون يعني حتى يكون مقصد الواقف ونيته قد تحررت في المسجد الثاني. ما هي الحكمة يا شيخ في كون فضل ظهور المرأة لا يرفع حدث الرجل؟ هذا ضعيف، وهو ضعيف يقول الحنابلة لا يرفع حدث رجل امرأة خلت بها، ما هذا ضعيف، صوم انه يرفع. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من فضل ميمونة وكان يغتسل معها بعض النساء تقول دعني ويقول دعيني، يغتسل جميعا مع ميمونة. يا شيخ ان ميمونة لم تخلو بالماء، كانت مع الرسول، من يقول له؟ تقول له يا رسول اني كنت جنبا تغسلان منه، قال ان الماء لا يجنب، لهم مع حالات، حال يغتسلون معه، حال تغتسل مره واحده او واحده، مو دائما هو اياهم جميعا،
صلى الله عليه وسلم، لكن يقع بعض الأحيان وتسألهما جميعا. ثم الأصل طهارة الماء، الأصل هو الطهارة الماء والماء المستعمل فلا، ففضلها وفضله لا يجزان، وإن كان فضلها ترك أولى إذا تيسر غيره، لكن ليس بنجس أو ليس بنجس. شيخ جلسة الاستراحة السنة مطلقة عند الفعل، ظاهر النصوص أنها سنة مطلقة، في خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الأظهر. يعني في حديث مالك بن عويلة أن البخاري إن كان إذا نهض من الثالثة والأولى جلس واستوى قاعدا ثم نهض، وهكذا في حديث حميد الساعدي عند أبي داود وجماعة أن كان يجلس بعد الأولى وبعد الثالثة. نعم. ما قال عن ذلك وغيره إلا كان أما ثقل عن ذلك. طيب تغيير النية، نعم تغيير النية في الصلاة هل هو جائز ولا لا؟ إذا كان لأفضل ما في بأس، إذا كان يصلي نافلة ثم جاء قوم يصلون إذا كان يصلي وحده ثم جاء قوم يصلون جماعة وجعلها نافلة يصلي معهم فرض، هذا أفضل. طيب وإذا هو في الصلاة نفسها ثم تذكر، كان يكون تحية المسجد ثم تذكر عليه قضاء وتر أو كذا، لا ما يصلح في نفس الصلاة، لا لا يكملها، تكمل عليها على أنها تحية المسجد، وصلي صلاة الأخرى إذا ذكرها من الراتب ولا غيره صلي. صلى الله عليك يا شيخ. نعم. إذا هم العبد بالسيئة يا شيخ، نعم أنا بالنيات، نعم إذا هم العبد بالسيئة، ورد في الحديث أن إذا هم تركها لا حسنة، في حديث آخر بس ما ذكر معناه، أن الإنسان إذا أنفق ماله في الباطل، وإنسان يفكر أنه إذا حصل له مال أنه ينفقه في الباطل، قال فهمه في الوزر سواء، شو الجمع بينه وبين الحديث؟ هم بالسيئة لها أحوال ثلاث، إذا هم بالسيئة وتركها من أجل الله صار لحسنة، هذه إنما تركها من جراء، نعم؟ نعم. الثاني هم بها ثم تركها تكاسلا، نعم؟ عجل. هذا ما عليه شيء، لا له ولا عليه. نعم. الثالث هم بها عجزا بعدما عمل، بعدما اجتهد وحرص ولكن ما قدر، قمل في البيت وخرق الحرز وفعل ما فعل، فهو يأثم بهذا، نعم؟ نعم. ومثل حديث إذا تقرأ مرسلا بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، يا رسول الله هذا قاتل من بعد، قال لي أنا كان حريصا قتل صاحبه، نعم؟ هذا عامل واجتهد ولكن ما أدرك، نعم؟ عليه إذن، نعم؟ وأما حديث أبي كبشة عن ماري صلى الله عليه وسلم قال الناس أربعة، رجل له مال عنده لديه علم ومال، له علم وله مال، هو يتقي فيه ربه ويصلح فيه رحمه ويعمل فيه بعلمه، نعم؟ نعم. ورجل آخر عنده علم وليس له مال، وقع فيه بخير المنازل، بخير المنازل، والثاني له علم وليس عنده مال، يقول لو كان مثل فلان لعملت مثل عمله، قال فهما بالعيد سوا، نعم؟ نعم. هذا من نيته الطيبة لكن عاجز، نعم. فبلغ بنيته الطيبة مبلغ العاملين، نعم. لأنه ترك العمل الصالح عجزا وله نية العمل فيكون من جنس العاملين، نعم. مثل الذي يعمل ثم سافر أو مريض له أجر عمله وهو صحيح مقيم، نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث رجل لائن، رجل لديه ما ليس عنده علم، فهو لا يتقي في ربه ولا يصل في رحمه ولا يصرف في المصالح الشرعية، فلا بأخبث المنازل. والرابع رجل ليس عنده علم وليس عنده مال، فيقول لو كان من المال مثل مال فلان لعملت به مثل عمله، قال فهما في الوزر سواء، لأنه تمنى أن يكون له مثل المال ونوى أنه لو كان له لعمل مثل عمله، هذا يدل على أنه إذا كان بهذه المثابة يكون شريكا له في الإثم، شاء الله لا. بنيته وتمنيه وعزمه، يعني وعجزه. لو حصل يا شيخ صلى الله عليك، فعل، لو حصل له المال فعل به مثلا، هذا هو صار صرح بهذا، يكون مثله في المسجد ان شاء الله، ولو ما عمل، ولو ما عمل، لما عنده مال عاجز. يا شيخ الصوره
الصور المنتهنة ما تمنع، مثل صورة الفراش والوسائد ما تمنع، مثل الصورة التي في الحفيظة اللي بني الناس بها الآن أو رخص القيادة هل تلحق بالمنتهن أو يعني بالضرورة؟ الأقرب والله أعلم أنها ما تمنع، الأقرب أنها ما تمنع لأنها من باب الضرورات، والضرورة إليها أعظم من ضرورة الفراش. قد يستطيع يجد فراش ما في الصورة، لكن فراش هذا منتهن زالت منه مسألة التعظيم والتشبه بأهل الكفر، وهكذا اللي في الحفيظة أو في أصل القيادة ما هي مقصود بها التعظيم ولا التشبه بأعداء الله، إنما جاءت لحاجة احتاجها الإنسان في هذه الصحيفة وفي هذه الحفيظة أو في الرخصة أو في الشهادات، مثل ما يعطى شهادة لبصورة في بعض المؤسسات هو محتاج للشهادة العلمية، فلا يفضل لا حرج عليه إن شاء الله لضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورات الآن، الإنسان ما يمشي ما عنده التابعية قد يمسك ويؤذى، واللي ما عنده رخصة قيادة يمسك ويؤذى، والذي مثلا شهادة ما فيها صورة قد لا تنفعه. النقود يا شيخ، النقود الصور كذلك النقود ضرورة، ما يلحق من وضعها وزير الله، الله اللي حاسبه على حسب نيته، لأنها مالها يعني أموال الرعية ما عليهم شيء، أما اللي وضعها السلطان أو الملك أو رئيس الجمهورية هذا أمرهم إلى الله على حسب نياتهم، قد يكون لهم نيات صالحة قصدهم منها شيء يعفى عنهم، قد يكون ما عندهم مبالاة فعليهم الإثم. شكرا لك يا شيخ. كم الساعه؟ 10 الله يبارك فيك يا شيخ. بعد نقود، بعد نقود فيها يعني ايه قرانيه هي مسكن هي ان المسلمين وغير المسلمين ايش حكمها؟ ما ينبغي الله يا شيخ، ما ينبغي الله في النقود لا صوره ولا ايات، يعني قد تمتهن فالاثم على من وضعها، أما المؤمن يحترمها إذا جاءت عنده يصونها ويحطها في بوقه في صندوقه لا يمتحنها، لأنه بني مبتلى ماذا يفعل؟ له صحبة طيبة، والده يجبره على تركه يطيع والده، له صحبة هو شاب مستقيم، هو هذا محل الله ينبغي يعني إنه يعمل الأمرين، يلتمس رضا والده ولا يفرط الأصحاب ولو ما درى عن والده، يعني يعمل بالأمرين، يعني يتحرى طاعة والده في الظاهر، لأن صحبة الأخيار أمرها عظيم والحاجة إليها ماسة، قد لا يتعوض عنهم إذا فاتوا، ولكن لا يقابل والده بالعوم والشدة ولا يعني يقول إن شاء الله وأنا أجتهد إن شاء الله ويا والدي كذا ويا والدي، يعني يبين المصالح والأسباب بهذا الشيء حتى تكون له يعني صفة مناسبة مع والده، خضوع لوالده، عدم وجود مساحة خلف مسافة خلف طويلة بينه وبين والده، وما أكثر ولا ومن الطاعة في المعروف، أقول لا يلزم طاعة والده في هذا الشيء، إنما الطاعة في المعروف.